أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن موضوع ما جرى فجر يوم الجمعة من اعتقال مجموعة من الميليشيات من ميليشيات الحشد الشعبي، وما حصل من تطورات بعد هذا الاعتقال. كنا قد وصلنا إلى تصريحات نور المالكي، وثم شتائم وتهديدات ما يعرف به أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، ووصولا إلى يعني قيس الخزعلي الأمين العام لما يعرف بالعصائب. هذا تحدث أيضا بعد ساعات من هذا الحادث، وقال إن ما حدث مداهمة مقر الحشد الشعبي هذا خطير جدا، وهذا اللي نفذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. طبعا هذا بين قوسين، اللي هو القائد العام للقوات المسلحة، والمفروض كل فصائل هم يدعون فصائل الحشد الشعبي كلها تابعة له وتأتمر بإمرته، لكنهم يتحدثون بطريقة أخرى. الآن واضح، الآن انكشفت القضية. قال هذا يشكل حالة خطيرة، وهذا فوضى، سماها قيس الخزعلي فوضى عارمة لا نقبلها، وهذا الأمر استهداف به للمقاومين. وقضية المقاومين كذبة كبيرة، يحاولون أن يزوروا التاريخ، يحاولون أن يجعلوا منها حقيقة وهي كذبة كبيرة. تقاومون من؟ إذا كنتم تقصدون الأمريكان فأنتم جئتم مع الأمريكان، وتحت مظلة الأمريكان كل هذه الميليشيات هي نشأت وتطورت، وبإشراف أمريكي وبحماية أمريكي وبتسليح أمريكي وإيراني. هذه الحقيقة، وقاتلت تحت المظلة الأمريكية في الأنبار، في صلاح الدين، وفي آخرها في نينوى. قاتلتم. وأبو مهدي المهندس قبل أن يقتل بفترة تحدث عن هذا الموضوع، قال كلما كانت تقف بأيدينا مناطق معينة نتصل بالجماعة، ويقصد الأمريكان، فيعالجون الأهداف بالقصف بالطائرات، يمهدون لنا الطريق. هذه الحقيقة. فالأمريكان كنتم جزءا منهم، وكانوا جزءا منكم، وهم وأنتم تحت مظلتهم تتحركون، وحولتوا العراق إلى سجن كبير وإلى مسلخ كبير تحت هذه المظلة الأمريكية، مظلة الاحتلال. فالآن صرتم مقاومين، هذه قضية المقاومة اتركوها لأنها كذبة كبيرة ومعيبة، لا مقاومة ولا، وهذه قضية لا تحتاج إلى نقاش كثير. فالمهم تحدث بهذا الشكل، ويعني قال ان يعني انه هذه الفصائل اللي سماها فصائل المقاومه هي المطالبه بالسياده. عن اي سياده تتحدث؟ وين كنت عن السياده؟ 17 سنه السياده تحت يعني العراق منتهك، وفرحتم به وهللتم به واعتبرتم الاحتلال تحريرا، هكذا قلتم. متى صار السيادة ومتى صار استقلال، ومن ضيع سيادة العراق واستقلاله؟ هذه حقيقة، هالكذبة الآن تنفضح. فكيف هي يعني هذه صورة ما حصل ليلة الجمعة الماضي؟ تهديد واضح، الطرف الثالث واضح الآن ليس فيه لبس، كانوا يخفونه، كان هذا الإطار يرمون عليه كل جرائمهم، قتل، اختطاف، حرق، اغتصاب، كل الطرف الثالث، الملثمين الطرف الثالث. الآن الطرف الثالث واضح، كل القصف كانوا يقولون هذا على مطار بغداد، على المنطقة الخضراء، الطرف الثالث ينفذه. الآن الطرف الثالث واضح، وثاروا من أجل الطرف الثالث. إذن ميليشيات الحشد الشعبي هي الطرف الثالث، هذه النقطة. وميليشيات الحشد الشعبي هي الحاكم الفعلي للعراق حقيقة، والعراق دولة ميليشيات ولا تنتمي للعراق. وكذبة الانتماء إلى القوات المسلحة وأنهم جزء من قوات من الأجهزة الأمنية، هذه كذبة كبيرة. وأنهم يأتمرون بأمر القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء الحالي وغيره، هذه أيضا كذبة كبيرة وانفضحت. لا يمكن الآن، فعلى من سماهم قرة عين العراق أن يعرف إلى أين يمضي في العراق، وأنه إذا أراد مثل ما يقول أن يظهر قتلة المتظاهرين، فهو يعرف الآن من هم قتلة المتظاهرين. هؤلاء الذين سماهم قرة عين العراق ولبس لباسهم، هؤلاء هم الذين قتلوا المتظاهرين. والدليل على ذلك أن العمليات التي جرت هذه فجر يوم الجمعة، الاستعراض في بغداد والهجوم على المنطقة الخضراء، كان بإمرة أبو فدك عبد العزيز الحمداوي. أبو فدك
اللي هو الخال اللي وضعوا اسمه على حائط السفارة التركية، واللي رفعوا اسمه في ساحة التحرير، وبعدها وضعوا اسمه لافتة كبيرة على جراج السنك بعد أن قتلوا المتظاهرين وعذبوهم وانتقموا منهم واغتصبوا وقتلوا وقطعوا وقالوا طرف ثالث وكتبوا الخال يستاهل. وهذا هو الخال. إذا من هو الخال؟ من هي الميليشيات؟ هذا واقع الحال الحقيقة. 80 عربة تتحرك وهي كلها مملوكة للدولة. إذا من هي الدولة؟ الدولة هي دولة ميليشيات، والخال هو قائد هذه الميليشيات وهو جزء من هذه المنظومة. إذا العراق مملوك للميليشيات، والميليشيات هي الحاكم للعراق. وحقيقة أنه وهو خليفة لأبو مهدي مهندس انتخبوه، والآن ظهر لقب الخال، واضح من هو. هو جزء من الطرف الثالث، فلا أحد يتحدث بعد ذلك عن الطرف الثالث، ولا أحد يدعي من الحكومة، وأولهم مصطفى الكاظمي أنه بصدد يعني وضع ملف تدقيق ودراسة لمن قام بقتل المتظاهرين. الذين قتلوا المتظاهرين معروفة أسماءهم، معروفة وجوههم، معروف انتمائهم، ولماذا قتلوا المتظاهرين، لماذا خطفوا المتظاهرين، واضح. هذا الطرف الثالث واضح. حادثة القاء على 14 ميليشياوي من الحشد الشعبي واضحة، وواضح الآن الحشد الشعبي ماذا يريد من العراق. وهذه ميليشيات كلها عصابات تريد للعراق أن يذهب إلى الدمار. من يريد للعراق أن يزدهر وأن ينمو وأن يتخلص من أزماته عليه أن ينهي قضية الميليشيات. هذا واقع حال، هذا وليس له علاقة لا بنظام سابق ولا بأمريكان، ولا هذا له علاقة بالعراق. حديث عراقي له علاقة بالعراقيين. العراقيين لكي يتخلصوا من هذا الضيم ومن هذه الأزمات عليهم أن ينتهوا من الفوضى ومن الميليشيات، ويعتمدوا على دولة تحترم المواطن وتحترم مؤسساتها وتعرف كيف تبني مؤسساتها. هذا هو الحديث الحقيقي، وهذا هو الحديث العراقي. أترككم بخير، وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.